الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأى فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه، وما إن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدما ويضع الأخرى إلا ويضع هذا الرائي مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرفع قدمه. فبدأ في رحلة طلب الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل لذلك ضوابط وشروط وقواعد. ثم لما جمع كل ذلك كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يبيض ما كتبه في صحيحه، وكان لا يكتب حديثا إلا ويصلي ركعتين في روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتأتيه البشائر برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وجزاه الله خير الجزاء عن أمة الإسلام وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا أنفاسه وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتلذذوا بسماع وجمع حديثه صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم: لم أسعى في طلب الحديث وجمعه، ولا لسمع قديمه وحديثه، ولكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه. في هذه الليلة المباركة الغراء، وهي سنة حميدة، دأبت الزاوية البلقائدية على إحيائها في ليلة القدر ختم صحيح البخاري، الذي نبدأ قراءته في أول يوم من أيام رجب، ونواصل قراءته إلى أن يختم في هذا المجلس الذي أمامكم، الذي يحضره أساتذة الزاوية ومشايخ الجزائر على رأسهم الشيخ إلياس أيدس العربي، نرحب به جميعا باسمكم وممن حضر معه. فنحضر هذا الختم لصحيح البخاري الذي كان يقرأ لدفع الشدائد والبلايا
وجلب الخير للأمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزبه البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا الله ببركاته وعلومه في الدارين آمين. المولود 94 بعد المئة من الهجرة النبوية، والمتوفى 56 بعد المئتين من الهجرة النبوية، نرويه مسلسلاً مسنداً بالجزائريين، وأرويه مسلسلاً بالجزائريين، وعلى رأسهم شيخنا العلامة الفقيه البركة المعمر مفتي الجزائر سيدي محمد بن عبد القادر شارف الجزائر رحمه الله، عن مفتي الجزائر الفقيه الخطيب المقرئ سيدي باب عمر، عن سيدي مسند الجزائر قدور الأمين، عن الشيخ سيدي محمد بن أبي قندورة، عن العلامة الجزائري مفتي الجماعة سيدي عبد الرحمن حفاف، عن شيخه العلامة المحدث قاضي الجزائر، عن مفتيها سيدي أحمد بن الكاهية الحنفي، عن أبي الحسن علي بن عبد القادر بن الأمين مفتي المالكية، عن شيخه أبي الحسن علي بن العربي السقاط المغربي، عن الشيخ سيدي أحمد بن الحاج صاحب كتاب المدخل، عن سيدي العارف بالله سيدي عبد القادر الفاسي، عن والده سيدي علي الفاسي، عن والده سيدي الإمام العارف بالله سيدي يوسف بن محمد الفاسي، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن التنيسي، عن سيدي أحمد زروق البرنوسي صاحب كتاب قواعد التصوف، عن العلامة سيدي ابن غازي المكناسي كلاهما، عن أبي عبد الله القوري، عن عبد الله محمد الغسان المكناسي، عن القاضي أحمد بن محمد الغمازي الخزرجي، عن رضي الدين الطبري، عن ابن خيرة، عن محمد بن عبد العزيز بن سعادة، عن أبي عبد الله بن سعادة، عن أبي علي الصوفي، عن الإمام الباجي المالكي، عن أبي ذر الهروي، عن شيوخه الثلاثة عبد الله بن حمويه الحموي، وأبي إسحاق إبراهيم البلخي، وأبي الهيثم الكشميهيني، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخاري مولاهم، وأرويه عالياً مسلسلاً به بالمعمرين، وعلى رأسهم شيخ الجزائر سيدي عبد الرحمن محمد الجلالي المالك الجزائري رحمه الله، وهو يرويه عن شيخه عبد الحليم بن علي بن سمايا الجزائري رحمه الله، وهو يرويه عن شيخه العلامة سيدي علي بن عبد الرحمن مفتي وهران، عن شيخه الشيخ مصطفى الحرار، عن شيخه مولانا صالح بن خير الله الرضوي البخاري، عن سيد عمر بن عبد الكريم المكي قدس الله سره، عن محمد بن سنة الأزهر المعمر، عن شيخ أحمد بن عجيل اليمني، عن مفتي بلد الحرام قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني، عن أبي الفتوح نور الدين محمد بن عبد الله الطاوسي، عن المعمر بابا يوسف الهروي، عن المعمر محمد باثا شخت الفرغاني، عن أحد أبدال سمرقند أبي نقمان يحيى بن عمار الخيلاني، عن المحدث الإمام محمد بن يوسف الفربري، عن صاحب الصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته آمين. وبه قال باب قول الله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به، وقال أبو رز يتلونه أي يتبعونه ويعملون به أي حق عمله، يقال يتلى أي يقرأ،
حسن التلاوة أي حسن القراءة للقرآن، لا يمسه أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا بلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: وما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل: أي عمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. وبه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. باب: وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال: حدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن الوليد وقال: حدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله وصدق حبيب الله. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هلوعا أي ضجورا. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعام. باب ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايته عن ربه. حدثني محمد بن عبد وبه حدثنا قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وبه قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا،
وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وبه قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه قال: حدثنا حفص بن عمار، حدثنا شعبة عن قتادة. وبه قال: حدثنا حفص بن عمار، حدثنا شعبة عن قتادة، وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وبه قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابه، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال: فرجع فيها. قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالسند إليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه ورضي عنه قال: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم جامعا: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم الآية. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وبه قال: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم جميعا قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور قرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم، فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ عليه الحجارة. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم
وبه حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا قال سامع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم جميعا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقارا من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر آيات كلها. وبه قال حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعار عن عدي بن ثابت أراه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا قراءة منه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنهم جميعا قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم جميعا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة ولم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت قرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله تعالى
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم المدكر، قال: هل من طالب علم فيعان عليه. وبه قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث قال: قال يزيد: حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وبه قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن منصور والأعمش، سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية. باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب يسطرون، يخطون في أم الكتاب، جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم واعية حافظة، وتعيها تحفظها: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة بن خياط: حدثنا معتمر، سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وبه قال: حدثني محمد بن أبي غالب، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معتمر، سمعت أبي يقول: حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: احيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبه قال ابن عيينة: تبين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم من الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: هلم فلا حديثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم.
فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود عر الدرى، ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا تفلح أبدا، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف عن يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وبه حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن عباس فقال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنا بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والخنتمة. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. وبه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: احيوا ما خلقتم. وبه حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا هدي بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا علي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء، فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الحي فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مئة كذبة. حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق
ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم النحليق، أو قال التسبيد تحليق، قال سيماهم التحليق أو قال تسبيد. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الحائر حدث فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكابي حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان ثقيلتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم الحمد لله حمد معترف بذنبه ومستأنس بربه جعل فاقته إليه واعتمد بالعفو عليه بره يفنقه وذنوبه تقلقه روح قلبه بذكره فطاش عقله من جرمه لا يوجد في أحواله إلا قلقا طائر القلب فرقا خوفا من النار وفضيحة العار وغضب الملك الجبار إذا ميز الأخيار والأشرار وجيء بالجنة والنار وبدلت الأرض وانشقت السماوات وتناثرت النجوم الزاهرات وانتظر المحشورون ما يكون في ذلك اليوم يوم وأي يوم يفزع من هوله المحسنون ويغرق في بحاره المسيئون يوم تلاحقت أوجاله وترادفت أهواله ونادى المنادي باسمك تدعى إلى الحساب وإلى قراءة ما حصلته في ذلك الكتاب وتقام بين يديه عاصيا وتقدم إليه خاطيا
فإما مغفور لك فصرت إلى الجنة مسرورا، وإما مسقوط عليك فصرت إلى النار مأسورا. بالله نعوذ، بالله نعوذ من النار، بالله نعوذ من النار، بالله نعوذ من النار، ونسأله البعد منها، فإنه ملك كريم جواد رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسلون بلطفك، فاطلب بنا وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وهل حلو، دخلنا في وسط اللطف وسدنا اللطف. نجاونا بلطف الله للطف، إنه لطيف لطيف اللطف دائم اللطف. فداركنا باللطف يا سيدي، فأنت الذي تجزي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيف بخلقه، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. أغثنا أغثنا يا لطيف بخلقه، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. أغثنا أغثنا يا لطيف بخلقه، إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. عليه صلاة الله ما قال منشدون، لا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال قائلون، لا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ما قال شاعرون، لا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. عليه صلاة الله ثم سلامه، وما دعاه الطهر فأدركه اللطف. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقص لنا من رحمتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وقضيتها، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب، وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وقوة الأرواح وغذائها.
اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الجائزين الفائزين، وعلى حفظه من الواردين الشاربين، وبالسنة والطاعة من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك أن نتوجه لك بنبيك نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله، توجه بك إلى ربنا في حوائجنا لتقضى. اللهم شفع فينا وشفع فينا ذاتك عند ذاتك. نتوجه لك في هذه اللحظة المباركة، في هذا اليوم المبارك، وفي هذا المقام المبارك، وفي هذه الختمة المباركة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعداء، واجعلنا من السعداء في دار الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا مرات ومرات ومرات حتى نختم صحيح البخاري يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حقق قول سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، واجعلنا محمدين أحمديين على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. وارزقنا حلاوة سنة سيدنا وحبيبنا المصطفى، وارزقنا اتباعه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء، وعن مشايخنا، وعن تابع الصحابة والتابعين، وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكافة عبادك المؤمنين. اللهم حين على محبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إن عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك الله بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج عنا كل هم وغم، يا من بيدك مفاتيح الفرج، اللهم لا فرج إلا فرجك، اجعل لنا فرجا ومخرجا مما نحن فيه، اشف مرضانا، عاف أصحانا، ارفع مبتلانا، وارحم موتانا وكل إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم تجلى على الصهاينة المعتدين بقولك سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم نصرا نصرا مؤزرا، اللهم نصرا مؤزرا، اللهم نصرا مؤزرا. اللهم بارك في بلدنا وحقق فيها رجاء الصالحين، وادفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين، وسائر بلاد المسلمين وسائر ولاة أمور المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.